نروح لباقي اخبارنا. والاهلي طبعا في الموسم الحالي بيقدم اداء مع رينيه فايلر ولا احلى ولا اروع، واطلع قول زي ما انت عايز تقول، واللي اصبح مطلب للعديد من الانديه الخليجيه بعد التحسن الكبير والاختلاف في مستوى اداء النادي الاهلي خلال فتره المدير الفني السابق مارتن لاسارتي، وحاليا تحت طبعا قياده المدير الفني السويسري رينيه فايلر، واللي نجح في فرض الرقابه والانضباط داخل صفوف الفريق وقدم مستويات رائعه على راسها طبعا كان التتويج ببطوله السوبر في النسخه قبل الماضيه على حساب الزمالك بالفوز بثلاث اهداف مقابل هدفين، فضلا عن اعتلاء صداره الدوري بفارق عدد كبير من النقاط عن اقرب منافسيه والتاهل كمان للدور قبل النهائي لبطوله دوري ابطال افريقيا، واللي هيواجه الفريق خلاله نظيره الوداد المغربي بالرغم من توقف النشاط الكروي في الدوري الاماراتي. ولكن مسؤولي نادي العين والجزيره ابدوا في وقت سابق رغبتهم في التعاقد مع رينيه فايلر، خصوصا نادي الجزيره اللي بيعاني من سوء النتائج في الفتره الحاليه تحت قياده مدربه مارسيل كايزر بعد ما الفريق خرج من اكثر من بطوله خلال الفتره اللي فاتت، بالاضافه كمان الى ابتعاده عن المنافسه على الدوري. رينيه فايلر واحد من المديرين الفنيين لما جه النادي الاهلي ناس كتير اتكلمت وناس كتير قالت ان رينيه فايلر صاحب سي في ضعيف ممكن ما يقدمش جديد مع النادي الاهلي، ولكن الراجل اثبت العكس، الراجل اشتغل في صمت. عجبني قوي بقى في رينيه فايلر ان الراجل لما جه ما اهتمش باللي بيتقال حواليه او ما اهتمش من الاخر بالدوشه اللي حاصله على السوشيال ميديا سواء من اهلي او من زمالك او ايا كان ايه الموضوع، الراجل اشتغل في صمت، اشتغل مع اللعيبه اللي موجوده، ابتدى في مرحلته الاولانيه يعمل روتيشن عشان يقف على نقاط القوه والضعف داخل فريقه، عرف كل لعيب ممكن يكون ماشي ازاي، ممكن يستفيد منه ازاي، اشتغل على نفسه كويس جدا مع لعيبته، قدر يحقق المطلوب منه مع النادي الاهلي، اكتسب ثقه بينه وبين جماهير النادي الاهلي بشكل كبير جدا. يعني انت دلوقتي لو طلعت قلت ان فايلر هيمشي من النادي الاهلي هتلاقي هجوم كبير من جماهير النادي الاهلي ان الراجل لا يكمل والراجل ماشي كويس وياخد فرصته. مش طالع اقول ان الراجل ماشي، ولكن كان من يمكن من كام يوم كان في كلام مع رينيه فايلر عشان يجدد عقده مع النادي الاهلي ويستغنوا حتى عن الشروط اللي كانوا حاطينها في العقد لما جاء رينيه فايلر الى النادي الاهلي، لانه فعلا يستحق مدير فني كويس، مدير فني عنده فكر، عنده شخصيه، عنده قادر ينفذ اللي هو عايزه، ممشي اللعيبه بشكل نظامي داخل سواء تمرين او داخل مباريات او حتى على المستوى السلوكي، لا عارف يتعامل مع اللعيبه بشكل كويس جدا. ومهم قوي ان المدير الفني يكون قادر يتعامل مع لعيبته على المستوى الشخصي قبل المستوى المهني. يمكن تجربه شويه مشابهه، مش بشبه المدربين، ولكن يورجن كلوب مع ليفربول بتربطه علاقه شخصيه بكل اللعيبه مميزه جدا، ده اللي عامله رينيه فايلر، بتربطه علاقه بكل اللعيبه كويسه جدا، ماشي بشكل كويس بشكل حازم، عارف امتى ان انا هطلع اقول للعيب ده انت مش موجود معايا فاللعيب ده مش هيتكلم، وعارف امتى هطلع احط اللعيبه دي في ال 18 اللي انا عايز ابدا بيهم المباراه. راجل ماشي بشكل كويس جدا، راجل بيأدي اللي عامله وزياده مع النادي الاهلي، اتمنى ايضا ان هو يكمل مع النادي الاهلي ياخد فرصته الموسم كمان، لان انت عمرك ما هتيجي تحكم على مدير فني من موسم واحد تطلع تقول لا هو قد موسم كويس خلاص نشوف غيره. اعتقد رينيه فايلر مشروع، الراجل بيبص على الناشئين اللي موجودين في النادي الاهلي، ممكن عايز يصعد حد اتنين تلاته، عنده فكر مشروع داخل النادي الاهلي، واعتقد اداره النادي الاهلي على درايه كامله باللي انا بقوله، وعندهم نسبه الذكاء شديده ان هم يجددوا رينيه فايلر في الفتره اللي جايه موسم كمان عشان يقدر ينفذ مشروعه مع النادي الاهلي.